بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمن الذي نعيش فيه زمن مخيف، يصعب فيه أن يثبت المؤمن، زمن كثرت فيه الشهوات وانتشرت فيه الشبهات، دخلت إلى البيوت كل شهوة وكل شبهة، وصلت عبر الأقمار ثم الشاشات إلى عقول أبنائنا وإلى قلوبنا قبل أبنائنا. الجرائد، الفضائيات، الإذاعات، الإنترنت، العالم صار مفتوحا، لا تحتاج اليوم إلى أن تسافر، يأتيك كل شيء. أبناؤك اليوم يعرفون أكثر مما تعرف، وربما يصلون إلى أماكن لا تخطر ببالك. أطفال اليوم الوسائل التي بأيديهم مخيفة، العالم منفتح، الاتصالات خطيرة، كل من شاء أن يتكلم في العالم الآن يتكلم باسم الحرية، باسم الانفتاح، باسم العولمة، باسم التغريب. عندنا يقولون كل شيء، شبهاتهم أخطر من شهواتهم. صار من اسمه عبد الله ومحمد وأحمد ليس جورج وديفيد، لا، الخطورة في من اسمه عبد الله وأحمد. هو الذي يزعم اليوم أن ديننا والإسلام لا يصلح لهذا الزمن، مصيبة. هم الذين يدعون اليوم بأن سب النبي أمرا هين، ضخمتم الأمور وهي لا تستحق. هم الذين يزعمون اليوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد الحضارة والحرية. هم الذين يشككون بالقرآن والسنة، لا غيرهم. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. والمصيبة أن بعضهم يتصدر بعض الجرائد ويملك أعمدة وزوايا ويلمعه الإعلام حتى صار عند الناس لا يريهم إلا ما يرى ولا يهديهم إلا سبيل الرشاد. زمن مخيف، إن لم تحصن نفسك وأبنائك في هذا الزمن فاخش على نفسك وأولادك. زمن قلما يثبت فيه العبد. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال: بادروا بالأعمال فتنا، أي استعجلوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شوف، ما هي قضية ضعف إيمان، لا، إيمان وكفر. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. لكن من يثبت؟ يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الشهوات خطيرة لكن الشبهات أخطر. الشهوات يقع فيها المؤمن فيضعف إيمانه، لكن الشبهات إن زلت قدم فيها ربما يخرج من الدين. قضية خطيرة ليست كما نتصورها. انظر للشهوات أولا، برنامج من برامج الفضائيات الساقطة التي تلمع فيها الفسقة وتصورهم وهم حتى ينامون بالفراش، كيف ينامون، كيف يقضون حاجاتهم، كيف يأكلون، كيف يشربون، وكيف يرقصون، وكيف يقبلون، وكيف يفسقون، وكيف يفجرون. هذه البرامج الساقطة التي تروج الآن في الفضائيات إياها، إحدى البرامج أرسل لها بالمسجات 18 مليون دولار، برنامج واحد. للأسف صارت أمة شهوات، صار بعض الناس رجال، بل ربما شابت شعورهم. أمتع برنامج عنده برنامج هز الأوساط،
برنامج الرقص والغناء والفجور والمجون عيب، عيب إذا شابت لحية الإنسان وشعر رأسه ينبغي أن يستعد للقاء ربه. هذا النذير الذي ذكره الله بالقرآن الشيب. تجد أما لها أطفال على وشك الزواج تتابع هذه البرامج، أمة شهوات إلا من رحم ربي. زين للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بعدين ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ليس حراما أن يشتهي الرجل امرأة لكن يتزوجها، أن يشتهي الإنسان مالا فيطلبه بالحلال. ليس كشهوة المال اليوم، صار الناس يتحايلون من أجل المال، صار الربا عند بعض الناس أبسط المحرمات التي يقع فيها، لا يبالي أمن حلال أم من حرام، لا يبالي بيعا كان أم ربا. انظر لبعض الناس من أهل الصفوف الأول، بنوك وشركات ومؤسسات ربوية أول الناس يصطفون إليها، يبحثون عن الرخص لأجل أي مال، ما يبالي حلالا كان أم حراما. فتنة من هذه؟ فتنة قارون. قارون فتن بالمال، شهوة المال كانت عنده، فتن بالمال. قال له موسى اتق الله، ابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، محرام لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فتن بالمال. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، ذكائي خبرتي شطارتي. لا يا عبد الله، ربما إذا شاء ربك تجد هذا المليونير يصبح مفلسا. كم رأينا من أصحاب ملايين الآن مطلوب، الآن لا يملك رغيف خبز، فتن بشهوة المال لكن لم يتق الله عز وجل فيه. كم رأينا من رجل بكى، بكى لأنه أفلس. وتحبون المال حبا جما، ما ليس حرام لكن تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يعبدون المال عبادة. سبحان ربي. سمعتم برجل عالم، أمر خطير، عالم، هذا عالم من علماء بني إسرائيل، فتن بالمال وقيل فتن بالملك، فتن بشهوة الدنيا. تعرف ماذا فعل؟ باع دينه. عالم انتكس، عالم جعل الحرام حلالا والحلال حراما، عالم وجه سيفه ونباله إلى أنبياء الله. لما؟ فتنة المال. واتلوا عليهم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. بلعام بن بعوراء عالم من علماء بني إسرائيل، قيل من أشهرهم علما في ذلك الزمان، انتكس وباع دينه، اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. سبحان ربي، استر ربك الثبات. قضية خطيرة والله. إذا العالم انتكس ماذا نفعل؟ قلب المخلص يثبته الله، وصاحب الدنيا يزيغ. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. لو ثبت على دينه، لو أصر على عقيدته، لو استمر على توحيده وإيمانه، حتى لو يخسر الدنيا ما يخالف. شنو يعني أموال يخسرها؟ ماذا يعني فرصة وتروح عليه؟ إيش يعني منصب وضاع عليه؟ تبا لهذا المنصب إذا كان على حساب الدين، تبا لتلك الأموال إذا تنقص ديني.
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني نفس الشيء، تعلم العلم ولا ما تعلم العلم، بعض الناس نفس الشيء يبحث ويلهث وراء الدنيا، يلهث أجلكم الله كالكلاب الله يسميهم، مثل الكلب يلهث وراء عظمة يلقيها إنسان وطول حياته يلهث، تعبان يلهث، إذا يركض يلهث، هكذا حياتهم. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ألا ترونهم اليوم في هذه الدنيا؟ والله كثروا من يشترون بآيات الله ثمن قليلا، والله كثروا في هذه الدنيا، لبسوا على الناس دينهم ربما لحفنة دراهم أو دنانير، مستعد يجعل الحرام حلال والحلال حرام. ألم تروا بني إسرائيل لعنهم الرب وجعلهم قردة وخنازير؟ تعرفون ليش؟ لما بالذات مسخوا إلى قردة وخنازير؟ حادثة وقعت مسخهم الرب. ما هذه الحادثة؟ شوف الدنيا كيف فتنتهم. كانوا يصطادون السمك، يذهبون يضعون الشباك ويصطادون السمك، رزقهم سمك وأموال فلوس، يصطادون ويبيعون تجارة. حرم الله عز وجل عليهم السبت ألا يعملوا فيه، ممنوع صيد الأحد، أجلين ثلاثة إلى الجمعة، يوم واحد عبادة، يوم ذروا فيه الصيد، ذروا فيه البيع، ذروا فيه الصيد كل يوم، لكن يوم في الشهر 4 أيام، في السنة 50 يوم، احسب الصيد فيه فلوس تضيع عليهم تجارة. صاحب الدنيا هكذا يحسبها، 50 يوم في السنة، احسب كل يوم كم فيها اضرب ب50، لا فيها أموال راح تروح، رزق تجارة. تفكروا فوجدوا فتوى. ماذا قالت الفتوى عندهم؟ قالت لهم لا تصطادوا يوم السبت، ضعوا الشباك يوم الجمعة وخذوها يوم الأحد. طلعتم منها، ما اصطدتم يوم السبت ونفس الوقت ما ضاع عليكم رزق يوم السبت. فتوى، لو كان التحريم موجود اليوم لوجدتم من يفتي بهذا، لوجدتم هذه الحيل. الناس اليوم أذكى من بني إسرائيل حتى في الحيل، اليوم التلاعب أخطر من هذا بكثير، ولوجدتم من يتبع، اتبعهم كثير من الناس وفعلا اعتدوا في السبت. تعرف ماذا صنع الله بهم؟ قلبهم الله إلى قردة وخنازير. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلبهم الله إلى قردة، جعل منهم القردة والخنازير. تعرف لما؟ تحايل على المال. شوف اليوم الناس يعلم أن الأمر ربا، يعلم أن الأمر حرام، يعلم أن فيه ظلم لخلق الله، يعلم أن المال ليس ماله ولا يحق له أن يأكل منه، ولكن تعود لحمه على السحت، تعود أن يأكل الحرام خلاص. من يمت من يهن يسهن الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. خلاص بدل يتأثر فتنة المال. وتحبون المال حبا جما. جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء له بفتنة الدنيا ووضعت عند قدميه، قال له الوليد بن المغيرة، قال ماذا تريد يا محمد؟ تريد مالا أعطيناك مالا، تريد ملكا ملكناك، تريد امرأة زوجناك،
بك طب فيك مرض أتينا من يداويك، شفيك، أطلب أي شيء من الدنيا نعطيك، لكن أترك ما أنت فيه، أترك هذه الدعوة التي أنت عليها، تعبد وخلى الحالنا، ما لك شغل فينا، خلى الناس لحالها. مليون، مليونين، ثلاثة، كم تريد بكرة في حسابك، لكن أترك ما أنت فيه من الدعوة، تعبد ربك كما تشاء، لكن لا تتعرض للناس، لا لآلهتها ولا لمعبوداتها، وقل للناس كل واحد على خير، ومالك شغل، خلى المنكر يمشي، شالك ضارك شيء، انت زوجتك وعيالك تعبدوا. شوف هذه التي تعرض على بعض الدعاة اليوم. قال انتهي؟ قال نعم. لما انتهى قال اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. بدأ يقرأ عليه القرآن، يقول أعطيك فلوس وأعطيك امرأة وأعطيك ملك، ويرد عليه أفضل الخلق بالقرآن. أين الداعية الثابت؟ أين الذي يقول هذا قدوتي بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يمكن شوي بونص في العمل مستعد يعمل بالحرام، يمكن شوي الراتب أعلى عادي عنده يشتغل في الربا ولا يشتغل في الحرام، يمكن شوية فيها أرباح خيالية والله يبعد دينا ويسلخ نفسه مما كان عليه من التزام. قال انتهيت؟ قال نعم. قرأ عليه القرآن، فقط قرآن، سورة فصلت، حتى وصل إلى قوله جل وعلا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. خاف الوليد، قال أنشدك الله والرحم أن تقف، أنشدك الله والرحم أن تقف، بس خلاص عرف أن الكلام جد ليس بالهزل، قول فصل فليس بالهزل. علم الوليد أن الكلام سيقع، قال أنشدك الله والرحم أن تصمت، أن تسكت. فتوقف النبي، فهرب الوليد ودخل إلى بيته وأغلق الباب على نفسه. قال أبو جهل، أما صاحبكم فبه بأس في شيء. طرق الباب عليه أبو جهل ودخل، قال مالك، مالك، ما الذي حصل بينك وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال سمعت كلامه، والله إن فيه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه يحطم ما تحته. الله أكبر، كلمة حق شهدت بها الأعداء. قال يا وليد ويحك ماذا تقول؟ قل قولا يؤثره عنك العرب، قل أي شيء. كان الرجل الناس تسمع كلامه وتنقل كلامه. قال ماذا أقول، ماذا أقول؟ عبس وبسر، استكبر فنظر وقدر وفكر، ثم قال قولوا للناس سحر يؤثر، ذرني، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وادي في جهنم، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ فتنة الناس اليوم فلوس، أموال، بعضهم هجر المساجد، بعضهم ترك المصاحف، لأجل ماذا؟ لأجل المال. شعيب أتى إلى قومه وكانت فتنتهم الفلوس، الأموال، فقال لهم ويا قوم
ويا قوم لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اتقوا الله، عندكم خير، ليش الغش؟ ليش التلاعب؟ ليش ظلم الناس؟ ليش أخذ حقوقهم؟ عندكم خير، لما استعباد الضعيف وأخذ الضرائب بالقوة وأخذ المال الضعيف لأنه ضعيف؟ عندكم خير، فترة المال تجعل الإنسان يفعل كل شيء. الشهوات، وما أدراك ما الشهوات. اليوم الغرب اليوم وصل إلى قمة الانحطاط في الشهوات. في إحدى المدارس الابتدائية عملوا فحص استبيان واستفتاء واختبار لفتيات في الابتدائية، وجدوا أن 80% منهن لسن أبكارا. هذا في الابتدائي. أي مجتمع هذا؟ وأي حياة يعيشونها؟ بعض الناس اليوم في دولنا العربية يريد أن يعيش كما يعيش الغرب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يبي يعيش حياة جنس. هم الغرب يعبدون شيئين، إلههم اثنين، جنس ومال، غير هذا لا يبالون. يعبدون الجنس عبادة، ولهذا عندهم الآن جمعيات للمثليين، سمعتم بها؟ أجل الله السامعين وأجل الله المسجد. الحيوانات لا تفعل فعلهم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أشد ضلالا حتى من الحيوانات. اليوم في أوروبا وزراء مثليين وأعضاء مجالس شعبية وبرلمانات مثليون. كلمة طبعا مثليين كلمة لطيفة، وإلا هي شاذون، سميهم ما تسميهم. جمعيات يطالبون بحقوقهم، ورؤساء دول يطالبون بحقوقهم، مظاهرات في الشوارع. أسر الآن في أوروبا، امرأة مع امرأة يكونان أسرة، ورجل مع رجل. لا، والمصيبة الكنيسة تعقد لهم. شوف أي دين تلاعبوا به وأي حياة يعيشونها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إلهه من؟ هواه، شهوته، فرجه، يعبدونه عبادة. اليوم في الغرب يريدون أن يعيشوا الدول العربية مثل تلك الحياة. نعم، واتبعهم كثير من الناس. والله ما ظهرت الفاحشة، اسمع للحديث الصحيح، والله ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. إعلان بعض الفنادق اليوم في الدول العربية، الدعارة فيها مسموحة ومقننة وقوانين تحميهم. وللأسف في بعض البلاد العربية جريمة ويسجن الإنسان إذا تزوج الثانية، لكن يفعل ما يشاء من الزنا حلال، ويؤسس بيوت للدعارة مسموح، وتنتشر المومسات لهن حقوق، لكن الحلال ممنوع. سبحان ربي. إن الذين يحبون، شوف حب، يحبون ماذا؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يحبون تنتشر الفاحشة في الأمة، فضائيات، كليبات، سيديات، أشرطة، محلات، مجمعات، إعلانات تجارية، صور في المجلات، أغلفة، إنترنت، مواقع، بلوتوث. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. شنو في الدنيا؟ شوف أول حديث ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، حديث هذا حتى يعلنوا بها، مو بالسر، صار علن عادي، صار مسموح، صار لها نوادي ليلية، صار فيها بارات، صار الأمر في المجلات والجرائد حتى يعلنوا بها. شوف أوروبا شلون عايشة اليوم. قال إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. تعرف كم مليون إنسان في الأرض مصاب بالإيدز؟ سمعت بمرض الإيدز؟ مرض الإيدز هذا لو يعرض له فيلم واحد درامي، فيلم واحد يعرض حقيقة كيف يموت مريض الإيدز، لارتدع ملايين الناس عن فعل الفاحشة. لكن ما يبون يخوفون الناس، دعهم في شهواتهم، دعهم في ملذاتهم. لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. الله يقول عن أهل الفواحش في سكر، سكر ماذا؟ سكر الفواحش، سكر الشهوات. اليوم البشر يعاني من عشرات بل أكثر من عشرات الملايين مصابين بالإيدز في العالم، وربما مئات الملايين أطفال في أرحام أمهاتهم الآن مصابون بالإيدز. أطفال، ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ يولد الطفل بهذا المرض، لا يعيش سنوات إلا ويموت ألما، يموت ألما موتا بطيئا. أصور لك باختصار كيف يموت مريض الإيدز. أول أذى وأول عذاب وأول ألم يصاب به مريض الإيدز لما يسمع الطبيب وتأتيه نتيجة الفحص، الطبيب يريدك. ليش؟ شفيني؟ لا شيء لا شيء، الطبيب سوف يجلس معك يشرح لك الحالة. سرطان؟ لا. مرض خبيث؟ اسمع من الطبيب. ما الأمر؟ بعد الفحوصات اكتشفنا أنك مصاب بفيروس الإيدز تظلم عليه الدنيا. شفت القاضي لما يقول للمتهم حكمت المحكمة بالإعدام؟ أهون من هذا الخبر. الإعدام ربما يموت الإنسان لحظة وينتهي كل شيء. الإعدام ربما يكون الإنسان فيه مظلوما وينتهي كل شيء. الإعدام ربما يكون الإنسان أخطأ كغيره ممن أخطأوا وندم وتاب والأمر في غير يشترك معه. لكن مريض الإيدز كيف سيخبر أهله بهذا؟ كيف سيقبل المجتمع هذا الخبر؟ كيف سيعيش وأين سيعيش؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أول ما يتذكر ماذا؟ يتذكر سفره إلى تلك البلاد، يتذكر من عاشر، يتذكر بمن زنى، يتذكر تلك الليالي الحمراء، يتذكر تلك السهرات، يتذكر صحبة الفسق والفجور التي دلته على فلانة وفلانة يلعنهم صباح مساء الآن. لكن لا تساعة مندم، خلاص أنك مصاب بمرض الإيدز. بعد شهور يبدأ الضعف، يبدأ الألم، يبدأ المرض يتمكن منه. ممنوع تعاشر، ممنوع تجامع، ممنوع تستلذ، خلاص حتى اللذة الحلال صارت حرام، حتى زوجتك لازم تعتزلها. طيب ماذا أقول لها؟ أنت حر، صارحة صارحة، ما صارحة راح تعرف يوم من الأيام. أولادي ماذا أقول لهم؟ أنت حر، تبي تقول قول، لكن في يوم من الأيام راح يعرفون. أهرب، إلى أين ستهرب؟ تحتاج إلى علاج مكثف، وربما تنام في المستشفى الشهور الأخيرة، ينام ألما وعذابا. إن استشرى المرض في جسمه لازم عناية خاصة، ويمنع حتى من الزيارة،
ولا يقبل أحد زيارته ويراه الناس من وراء الزجاج. إنا لله وإنا إليه راجعون. مجذوم. انظروا إلى الناس كيف تنظر إليه. أكبر عذاب لهذا المريض لما يرى أمه وأباه ينظران إليه من وراء الزجاج. والمصيبة إذا علم الأولاد، والمصيبة إن رأت زوجته هذا المنظر، طريح الفراش، من يمسح رأسه لا أحد، من يجلس عنده لا أحد، من يخفف مرضه الناس تلعنه، القريب قبل البعيد. كأن أباه ينظر إليه فيقول: يا بني يا بني، أهذا نهاية تربيتي لك؟ كأن أمه تقول: يا بني ماذا أقول للناس؟ كأن أولاده يقولون: يا أبت ماذا صنعت؟ ماذا سنفعل من ورائك؟ ماذا نقول للناس؟ كيف مات أبوكم؟ أتعرف أن الآلاف بل ربما الملايين مصابون الآن في الدول العربية قبل غيرهم، في الدول العربية قبل غيرهم. يا أخي العزيز انتبه، حفظ على نفسك، واعلم أن هذا المرض لا ينقص بل يزداد إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قبلهم. فخلف من بعدهم خلف. تعرف ليش أصيب بهذا المرض؟ ترك الصالحين أمثالكم. تعرف ليش؟ ترك الصحبة الصالحة وذهب يسافر مع شلة فجور ومجون لأجل يقضي شهوته عند امرأة عاهرة سويعات من الحرام دمرت حياته كلها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ظن أنه سيحصل على السعادة بالشهوات. تعرف وين السعادة يا عبد الله؟ السعادة الآن في أنت، فيما تجلس فيه الآن. السعادة في السكينة التي أنت فيها الآن، ملائكة حفنه، الرب بإذنه يذكرنا، روضة من رياض الجنة، صليت العشاء، أديت فرضك، جلست في مجلس ذكر، حفتك الملائكة، خرجت وأنت منشرح الصدر، أليست هذه السعادة؟ تعرف السعادة وين؟ السعادة لما تطلع من البيت، نفضت الفراش، قمت، مسحت عينيك، توضأت، انشرح الصدر، خرجت من بيتك، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت تسمع المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم. تخرج من بيتك فلا ترى أحدا يمشي سواك. يا الله، أين الناس؟ لا تسمع في الشارع إلا قرع نعالك. تدخل إلى المسجد، أين الذين صلوا معنا العشاء؟ أين الصفوف؟ أين المسلمون؟ لا ترى إلا الصفوة، لا ترى إلا الخلص، لا ترى إلا من اصطفاهم الله. تصلي معهم الفجر، ينشرح صدرك بالقرآن، وقرآن الفجر، من يحضر معك؟ الملائكة. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ملائكة تحضر بعد أن تصلي الفجر وتذهب إلى بيتك، تشعر بالسعادة، أليس كذلك؟ من أسعد مني في الأرض؟ أتظن هذا الذي ذهب وأنفق الأموال وسافر لأجل الشهوات سعيد؟ كلا وربي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اليوم صارت الشهوات في التلفاز، في الفضائيات، في الديجيتال، في القنوات المشفرة. الشباب الصغار يشوفون، أنت ما تدري هناك بعض القنوات أنت تمسحها أولادك يطلعونها. الأمر سهل صار بكل بساطة، بل يقول لي بعض التائبين، يقول: كنت أجلس في البيت، اليوم كله ما أطلع. قلت له: ما شاء الله، لهالدرجة محافظ؟ قال لي: لا، عندي تلفاز بغرفتي. يقسم لي: والله أرى بالقنوات الفضائية كل شيء تتخيله،
قلت له وأبوك وأمك يظنون أني جالس أدرس في الغرفة، على بالهم أني أنا ما في أحسن مني كله بالبيت. يقول لي حتى الغداء والعشاء ما أتغدى ولا أتعشى معهم، أخذ غدائي وعشائي بالغرفة وأسكر الباب حتى لا يفوتني شيء. قلت له بعدين؟ قال مللت كل حياتي، أحسست بالضيق، مللت الدنيا، أحسست بالهم. قلت له بعدين؟ يقول والله ما جاء أحد ينصحني ولا أحد يدعوني. قلت ثم ماذا؟ قال بنفسي علمت أن السعادة كلها في بيت الله. يقول فأخرجت التلفاز لوحدي، يقول وأعلنت التوبة لوحدي، يقول وجئت إلى المسجد لوحدي وحضر محاضرة معنا، بعد المحاضرة يخبرني بهذا كله. قلت له الآن؟ قال الآن عرفت أين أجد السعادة، في بيوت الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الرجال، ترى جيلنا غير عن الجيل القادم. الجيل القادم كل طفل عنده انترنت، سمعت بهذا ولا لا؟ بعد سنوات لا تقول راح أحرم طفلي، لا تقول راح أمنعهم. الجيل القادم كل إنسان يعيش مع الإنترنت، يعني يدخل العالم كله، يعني أي شيء بيشوف يشوف، ومن يكلم يكلم، ومن يتعرف يتعرف، ومن يفعل يفعل. مجتمع يخوف، عالم يخوف. ما الحل؟ إنه من يتق ويصبر. الشهوات علاجها شيئاً، تقوى الله والصبر. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حفظ أولادك سورة يوسف، علمهم كيف تغلب يوسف على الشهوات. لن تستطيع أن تمنعه من كل شيء، نصيحة خذها مني وتذكرها. تظن أنك سوف تراقب أولادك على طول؟ ما راح تقدر. تظن أنك راح تراقبهم في كل حركاتهم وسكناتهم؟ مستحيل. تظن أنك ستسجنهم بالبيت؟ أخطأت. إذا ما الحل؟ اغرس في قلبه تقوى الله والصبر. يوسف ما الذي خلصه؟ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اجلس مع أولادك كل يوم، أخبرهم بقصة، أدخل الإيمان في قلوبهم. يا عيالي، تدرون يوسف عليه السلام ما الذي نجاه؟ قل لهم القصة بأسلوبك البدائي، نعم أسلوبك العادي العامي، نعم قص عليهم القصة. إذا كانوا مراهقين ابدأ معهم بشيء من الصراحة. إذا بلغوا، إذا كانت البنت 11-12 سنة فهمت، إذا كان الولد 13-14 سنة صارحهم شوي. قل لهم شوف يوسف عليه السلام كان لوحده وفتنت امرأة العزيز به جمال وشباب وفتوة وقوة وأعزب وغريب، كل يوم تشوفه، وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فتأججت الشهوات في قلب هذه الفتاة، فإذا بها تطرد الناس من القصر وتخلي القصر من الخدم والحشم وكل الناس، وغلقت الأبواب وتزينت وتعطرت وتجملت وتكشفت وقالت ليوسف هيت لك. فرد عليها بقوة إيمانه قال معاذ الله. هني تغرس في قلب أولادك قال معاذ الله، أعوذ بالله. قل لابنتك يوم من الأيام يمكن الواحد يفتن ببلوتوث، يمكن يرسل إليه ملف أول ما يفتح أعوذ بالله أول كلمة تقولينها، أول كلمة يا ولدي إذا تعرضت لفتنة من صاحب سوء، أعطاك صورة أو أرسل لك بلوتوث أو أدخلك على موقع في الإنترنت أو فتح لك بابا في الحرام، أول كلمة
تذكر يا بني أن الله يراقبك، قلها مباشرة: معاذ الله. وأخبر أولادك ماذا حصل ليوسف عليه السلام في نهاية الأمر، وكيف رفع الله مكانه، وكيف صار يوسف هو العزيز وهو صاحب السلطة وهو المقدم على قومه. فتذكر يوسف فقال: إنه من يتق ويصبر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أم تتصل علي قبل شهر تقول: يا شيخ، تبكي: يا شيخ أدرك ولدي، ما بال ابنك؟ قالت: يا شيخ الحق عليه. لها: ايش فيه؟ قالت: يا شيخ ولدي جنس، ولدي شاذ، ولدي يميل إلى الجنس الآخر، إلى مثله، تغير جنسه. قلت لها: كم عمر الولد؟ قالت لي: أكثر من 20 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أختي وينكم عنه؟ قالت لي: الآن خلاص، الآن يضع المكياج، الآن يلبس لباس النساء، الآن يفعل. قلت لي: يا أختي الآن جايتني، أين أنت من قبل؟ وين أبوه؟ قالت لي: أبوه من الملتزمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله شيء يخوف يا أخوان، زمن يخوف صراحة. قلت لها: أبوه؟ قالت: أبوه لا يفارق المسجد، وهو رجل من الدعاة أصلا، وهذا ابنه. قلت لها: شلون يعني؟ فهميني، أنا مو فاهم. قالت: تعرف على شلة في المدرسة، حنا ما ندري، شيئا فشيئا بدأ يتغير. تقول: ما لاحظنا. تقول: حتى وقع الفاس بالرأس. تقول: لما اكتشفنا وحاول أبوه أن يمنعه لم يستطع. قالت: الآن طرده أبوه من البيت. قلت: ليش بعد؟ قالت: لما لم يستطع عليه طرده من بيته. قلت: لا لا لا، رجعوا العلاج مو هكذا، رجعوا إلى البيت أول، هذا يروح يفتح له شقة يسوي كل شيء. هذا الرجل الآن لو طرد من البيت مصيبة، دمار على الأمة ليس على نفسه فقط. قالت لي وهي تبكي: وكلمني أبوه وهو يتصبب عرق، أنا أعرفه، مستحي يتكلم معي، هل أدرك ولدي يا شيخ؟ قلت: يا أبا فلان وينك؟ أين أنت منذ الصغر؟ قال: والله صنعت له كل شيء، نصحته، أخذته معي، أرسلته للصالحين، عرفته على الشباب، لكن هذا الذي حصل. زمن يخوف، المدارس فيها كل شيء، الشارع فيه كل شيء، انترنت فيه كل شيء، فضائيات فيها كل شيء، لكن ابذل ما عندك وادعو الله عز وجل لأولادك وصاحبهم واجلس معهم وكن ملازما لأولادك. انظر لقمان ماذا فعل لابنه: يا بني، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إمام لأحد المساجد قلت له نفس الكلام قبل فترة قصيرة، قلت له: تعرف عن أولادك شيئا؟ قال: الحمد لله ملتزمين. أولاده 2-3 مراهقين والبقية صغار. قلت له: تهتم بتربيتهم؟ قال: الحمد لله، يصلون وتابعهم وعرفتهم على الشباب. قلت: متأكد؟ قال لي: نعم. قلت له: وين تقضي أوقاتك؟ قال: الديوانية الفلانية، إمام مسجد كل وقت فراغ يجلس مع الشباب الصالحين في الديوانية، وأولاده في البيت مع الأم يصلون في المسجد بحسب ظنه. قلت له: يا أخي العزيز، ابنك عليه شكوى في المدرسة. قال: ما هي؟ قلت له: يوزع أفلام جنسية على الأولاد. صدم الرجل، قال: مستحيل. قلت له: مستحيل يا أخي، أنتم المصيبة لا تعرفون عن أولادكم شيئا. الواحد ظن أن الولد راح المسجد ورجع خلاص صار من الصالحين. لا يا أخي الحبيب، اجلس مع أولادك، اجلس مع بناتك، زمن يخوف، زمن فيه كل شيء، زمن فيه الأولاد يتبادلون الصور بالبلوتوث بالهواتف،
بالنقال، بالصور، بالسيديات، بالكمبيوترات. لا يحتاج الولد إلى إنترنت، يرسل له كل شيء بالسيدي، يستطيع أن يرى كل شيء. لكن أين الأب؟ أين الأم؟ زين للناس، زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات من النساء. شوف الإعلانات التجارية اليوم، يبون يروجون كوب، يبون يروجون ماء، يبون يروجون إطار، يبون يروجون سيارة، يبون يروجون عطر، يبون يروجون أي شيء. ما عندهم إلا ينزعون المرأة من لباسها ويعرضونها في الصور. ليش؟ ليثيروا الشهوات في قلوب الناس. هم مرضى أصلا، في قلوبهم مرض، ويريدون أن يوصلوا المرض لقلوب الناس. في قلوبهم شهوات وظلمات يريدون أن ينشروها في المجتمع، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الشهوات علاجها تقوى الله والصبر. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول لي أحد الشباب، أرسل لي رسالة عن قصته، يقول أردت أن أسافر لأجل الزنا لأول مرة في حياتي. شاب صغير مراهق، يقول لأول مرة أدخل على فتاة في فندق. يقول دخلت، يقول فإذا بها تكلمني ويكلمها، يقول ما أردت أن أفعل الفاحشة لكن أسلي نفسي مثل ما يسوون الناس. يقول فلما قالت لي هيت لك أردت أن أتراجع، لا زال فيه شيء من إيمان حجزه منعه. يقول لكنني استحيت، الآن بعد ما وصلت أتراجع؟ ألست رجلا؟ ما فيني رجولة؟ شوف الشيطان، عيب الآن وصلت ودفعت الفلوس وسافرت، الآن ما تفعل؟ جرب، لا تخسر شيئا. شيطان. والإمام يقول له لا، يقول فتذكرت عظمة الله. شوف الإيمان بقي في القلب أنه من يتقي. صح أذنب لين وصل لهذا المكان، لكن إيمانه حجزه. يقول فأردت أن أتعذر لها وأن أهرب منها، ماذا أقول؟ ماذا أصنع؟ يقول فقلت لها لا أستطيع. فضحكت، قالت ليش؟ ألست رجلا؟ قال لها لا، أنا أخاف عليك. قالت لما؟ يقول فاخترقت عذرا، قلت لها أنا مريض بالإيدز عشان تهرب مني. يقول فقلت لها أنا مريض بالإيدز ولا أريد أن أضرك. يقول فضحكت، قلت لها ولم تضحكين؟ قالت ما عليك، أنا مصابة بالإيدز منذ سنتين. يقول فأخذتني هزة وقلت سبحان الله كيف نجوت منها. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شفت العابد؟ عابد في بني إسرائيل، أعبد بني إسرائيل، سقط عابد، سقط. سأل الذي تسهل بالصغائر، الذي يقول كل برنامج كل أغنية، والغنى بريد الزنا شيئا فشيئا. الغنى، هل شفت الأغاني وقنوات الأغاني الفاسدة الفاسقة الفاجرة الماجنة تدعوكم للصلاة؟ ولا تعلمنا على بر الوالدين؟ ولا تحثنا على الأخلاق؟ ليس عندهم إلا الجنس وتعرية الأجساد وحب وغزل ووصف الجسد والقبل وغيرها، هذا الذي يفهمونه، ما يفهمون إلا الشهوات والجنس. اسمعوا إلى العابد، أعبد بني إسرائيل، قرر ثلاثة أن يجاهدوا في سبيل الله ويتركوا أختهم بالقرب من العابد وتغلق الباب على نفسها. المرأة صالحة والرجل عابد. استأذنوه، أختنا أمانة عندك، ما في أعبد منا، ومن أأمن من هذا الرجل؟ أختنا أمانة، ماذا تريدون؟ قالوا له نريد منك كل يوم أن تطرق الباب عليها وتضع الطعام عند باب بيتها، ما تخرج. امرأة صالحة تقية،
والرجل عابد والإخوة مجاهدين خرجوا في الجهاد من بني إسرائيل. فكان الرجل العابد في صومعته إذا حان وقت الطعام أخذ الطعام ووضعه عند باب بيتها، طرق الباب ومشى. ومرت الأيام والشيطان يستدرجه، قال له: هل لك أن تسألها؟ وربما تريد شيئا، وربما لها حاجة، وربما تريد أمرا لا أحد يقضيه لها. قال: نعم. فإذا به يطرق الباب فيكلمها ويسلم عليها من وراء الحجاب، من وراء الباب، ويقول لها: ألك حاجة؟ تريدين شيئا؟ فتقول له: لا، جزاك الله خيرا، لا وجزاك الله خيرا، ما أريد شيئا. بدأ يسمع صوتها يوم ويومين وثلاث وأربع، ومن سمع صوت إنسان وأكثر سماع صوته من جنس مختلف أحب أن يراه. فإذا به يزيد في الحديث، يقول له الشيطان: لقد استوحشت وجلست لوحدها فترة من الزمن، هل لا تحدثت معها من وراء الباب؟ أتدخل؟ حرام، ما يجوز، لا، كلمها من وراء الباب. أخذ يسامرها ويكلمها، ترى مو يوم ولا يومين، أيام طويلة وربما شهورا، العلم عند الله. أخذ يتكلم معها وبدأ الحديث يتلطف، وبدأ الكلام يميع، وبدأ الغزل كلمة بعد أخرى، كلمة بعد أخرى، ضحكة، ابتسامة. قال له الشيطان: الناس يرونك تكلمها من وراء الباب، ألا تتق الله؟ أنت أيها العابد، أنت أيها الصالح، تكلم امرأة من وراء الباب، الناس يقولون عنك، ادخل إليها في الداخل وكلمها حتى لا يراك أحد فيتكلم في الدين ويطعن بالدين، ادخل داخل وكلمها حرصا على الدين. الشيطان الذي كاد بكثير من الناس حتى ممن يتظاهر بالصلاح ربما زلت قدمه، فإذا به يطرق الباب ويفتح الباب ويدخل عندها. وما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأغلق الباب مرة ومرتين وأربع وعشر وأكثر، يجلس عندها ولا يفعل شيئا، يتكلم معها. جاءه الشيطان باللمس، جاءه الشيطان بالتقبيل، جاءه الشيطان بأكثر وأكثر وأكثر، حتى وقع بها وزلت قدمه. لما ارتكب الفاحشة انتبه وصحى من سكرته، وانتبه من غفلته، واستيقظ من نومه، ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ هرب منها، ذهب إلى الصومعة، أغلق الباب، أخذ يبكي ويستغفر ربه ويتوب إليه، وانقطع عنها، خلاص ما في غير الطعام وأمشي الآن. وفعلا ما فعلها إلا مرة وندم وتاب، لكنها المرة التي فيها الكارثة حملت المرأة، وعلم بالخبر أنها حملت وأنجبت. تخيل كم شهر إخوانها غايبين، وأنجبت المرأة وعلم الرجل. فجاءه الشيطان قال: ماذا ستصنع الآن أيها الصالح أيها التقي؟ إذا رجع الإخوة وعلموا بما حدث، الولد موجود والدليل موجود، سوف يقتلونك وينفضح أمرك، ماذا أصنع؟ الإنسان وقت الضعف مستشاره من؟ إبليس. من يستشير؟ من يشير عليه؟ الشيطان. ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ قال: اقتل الولد، تخلص من الولد. وفعلا ذهب إلى المرأة، قال: أريد أن أرى الولد. ماذا تريد منه؟ أعطني إياه. أخذ الولد وذبحه ودفنه عند صخرة. بعد الزنا قتل. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف خطوات الشيطان، ظن أنه بعد ترك الزنا راح يخليه، لا، ما يهديك. أتظن أن الشيطان يقبل بالزنا؟ الزنا بالنسبة للشيطان الخطوة الأولى، خطوة الأولى بالنسبة للشيطان، ليست النهاية. قتل. جاءه الشيطان بعد زمن، بس خلاص؟ لا، مو خلاص. قال له: أتظن أن أمه ستسكت؟
أتظن أن هذه المرأة لن تتكلم؟ فعلت الفاحشة وقتلت ابنها وسوف تسكت عليك؟ الشيطان يأتي يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، نعم سوف تفضحني، سوف تتكلم، سوف تفعل، ماذا أصنع؟ قال الشيطان اقتلها وقل لإخوانها مرضت وماتت، خلاص ما في شهود. نعم، دخل على المرأة وفي حين غرة ذبحها، قتل المرأة وحمل جثتها. شوف الرجل العابد وين وصل، شوف أعبد بني إسرائيل ايش قاعد يسوي الآن، شوف كيف خطط لجريمة قتل ثانية. الشيطان يقدر؟ اي والله قدر على كثير من الناس. حملها ودفنها عند ابنها، من رآه؟ لا أحد. من شافه؟ ما في أحد. يعني جريمة محبوكة، خلاص تب إلى الله وينتهي الأمر. أخذ يتوب ويستغفر ويصلي. رجع الإخوة بعد زمن، أين أختنا؟ احتسبوها عند الله، ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ والله فعلت ما أمرتوني به، ولكن أصابها مرض ماتت بسببه ودفنتها. قالوا جزاك الله خيرا، فعلت ما عليك وأديت الأمانة، وهذا أمر الله وهذا قدر الله، ومساكين على نياف الذاهبين يجاهدون في سبيل الله والناس صالحين، لكن غدر بهم، هل يتركه الله عز وجل؟ فعل بأختهم ما فعل وغطى سوءته، والناس استأمنوه على عرضهم وذهبوا يجاهدون في سبيل الله. يعني هؤلاء من الأولياء، من الخلص، يذهبون للجهاد، يتركه الله جل وعلا. نام الثلاثة، فأرسل الله عز وجل للثلاثة، كان شيطانا كانت رؤيا، العلم فيه عند الله، أتى الشيطان ربما إلى الثلاثة يخبرهم بالحقيقة بالمنام. قال لهم: أختكم لم تمت، زنى بها وأنجبت وقتل الولد وقتل أختكم ودفنها عند تلك الصخرة. استيقظوا في الصباح، سكت الثلاثة، كابوس، شيطان، أضراف أحلام. من نطق؟ الأصغر. قال الصغير: رأيت البارحة رؤيا مفزعة. قال له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا. قال الأوسط: وأنا رأيت مثلك. قال الكبير: والله ما رأيت إلا الذي رأيت معه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو يصلي ويتعبد ربه الآن، وهو في الصومعة الآن، وهو اللي الناس على بالها رجل صالح، رجل عابد، رجل تقي، ما شاء الله، دخل مطوع وخرج مطوع، ما شاء الله، ما يفارق المسجد، ما شاء الله، بالصف الأول، ما شاء الله، الرجل الصالح التقي العابد. ما يدرون ماذا فعل وماذا أجرم. ذهبوا إلى الصخرة، حفروا الحفرة، وجدوا أختهم مقتولة والطفل مقتول، ذهبوا إليه، هدموا صومعته، سحبوه، ضربوه، فضحوه، والناس تنظر: أنت الصالح تفعل هذا؟ أنت اللي تتظاهر بالالتزام، هذه مصيبتك؟ أنت العابد الزاهد، هذه فعلتك؟ فضحه من؟ الرب جل وعلا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. فإذا به يصلب وسوف يقتل الآن. من جاءه؟ الشيطان. من جاءه؟ الذي صاحبه تلك الفترة، الشيطان، مستشارها الخاص. قال له: لقد علمت ما سيفعله بك الثلاثة وأنت الآن في خطر. قال: نعم. قال: تريد أن أخلصك؟ قال: نعم. قال: تريد أن أنجيك الآن؟ والإنسان وقت الضعف، أي واحد يتعلق بقشة، أنقذني الآن وصير خير بعدين. قال: تريد الخلاص؟ قال: نعم. تريد الفكاك؟ قال: نعم. قال: بشرط واحد، سوف أخرجك الآن إلى بيتك ولن يصيبك أذى، بشرط واحد. قال: ما هو؟ قال: اسجد لي. قال: ماذا تقول؟ قال: اسجد لي. قال: وكيف أسجد لك وأنا مصلوب؟ قال: أومئ لي، أشر لي بس، انوي السجود وأشر. وإذا به يقول: أفعلها وأتوب، أفعلها وأستغفر.
فإذا به يسجد للشيطان فيقتل. كمثل الشيطان مات على الشرك. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أرأيت الشهوات وين وصلت الإنسان؟ إلى الكفر بالله جل وعلا. الشهوات هي البداية. الشهوات يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب. الفتن تنعرض كل يوم تشوف فتنة شهوة ولا شبهة شهوة أو شبهة فتن كعرض الحصير. تعرفون الحصير؟ شفت الحصير كيف الخيوط متداخلة عودا عودا كعرض الحصير ما في فتشة ما في فجوة. هكذا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها دخل خطوة خطوة نظرة نظرة كلمة كلمة لقاء لقاء. فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. تخيل نقطة بعد نقطة بعد نقطة بعد نقطة شو يصير في القلب حتى تصير القلوب قلبين. قلب أسود مرباد كالكوزي مجخيا. شفت الكوزي الكوب مقلوب ما تقدر تملئه بشيء لا ينتفع لا بقرآن ولا ينتفع بإيمان ولا يسمع موعظة. كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أي معصية مستعد يفعلها وأي معروف ينفر منه. وقلب أبيض كالصفا يا الله كالصفا مثل الصخرة الملساء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قل إني أخاف إن عصيت ربي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شهوات في كل مكان اليوم. سلم نفسك سلم أهل بيتك سلم أولادك. القرآن يثبت الدين يثبت. أعظم ما يثبتك من الشهوات الصبر تقوى الله قراءة القرآن. وما أدراك ما قراءة القرآن أعظم مثبت في هذا الزمن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كل ما زاد الإيمان ما تضره الفتن ولا يبالي بالشهوات. شوف اللي في قلب القرآن يتدبره والله لو تعرض عليه أجمل امرأة ما ينظر لها. والله لو تعرض عليه أكبر شهوة لا يلتفت لها. المشركون آذاهم القرآن وتعبوا. كل ما قالوا كلاما أنزل الله آيات. حتى قالوا لمحمد عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن مرة واحدة خلصنا أنزل القرآن عشان نتكلم. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك ليش ينزل مفرق؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اقرأ القرآن أكثر من تلاوته. بعد الشهوات مصيبة الزمن اليوم شبهات. يسألني واحد من الناس يقول لي شيخ صحيح أنت تقولون إن اليهود والنصارى كفار؟ قلت إحنا نقول وين عايش؟ قال يا شيخ الله يهديكم هذا مثلنا هذا أهل الكتاب. يا الله بعض الناس يقول شيخ إيش درك يمكن دينهم اللي على حق مو ديننا اللي على حق. بل هذه كتبت في الجرائد. بل بعضهم الآن أبسط وأقل إنسان يسمونه الليبراليين وعلمانيين متحررين
يستطيع أن يكتب مقالا يشكك بالسنة النبوية كلها. حنا القرآن ما يخالف، راضين فيه مراضين فيه، بس غصبا عليهم ما يتكلمون، لكن السنة ما نقبل بها. كيف نقبل كلام نقله رجل عن رجل عن رجل عن رجل إلى اليوم؟ شلون نقبل فيه؟ ما نقبل بالسنة. جيبوا لنا القرآن ما وجدنا فيه من حلال حللنا، من حرام حرمنا، أما السنة ما نقبل فيها. شوف الشبهات، شوف الناس اللي اليوم يكتبون في الجرائد أو يظهرون بالفضائيات الإسلام ظلم المرأة، لا إله إلا الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إلا كذبا. صار اليوم يقولون للناس شوفوا الإرهاب يعني شنو؟ إسلام. إسلام يعني شنو؟ إرهاب. من الذي يقتل الأطفال؟ من الذي يقتل المدنيين؟ من الذي يقتل الأبرياء؟ من الذي يفجر في السيارات والباصات؟ مسلمين. شفتوا دينكم دين إرهاب، لكن شوف دين غيركم، رحمة تسامح. اي والله خوش تسامح، يدمرون صواريخ على المساجد على رؤوس أهلها ويقولون تسامح، آلاف قتلوا من أطفال فلسطين وتسامح، ما شاء الله، عشرات الآلاف من المعاقين في فلسطين بسبب حربهم يقولون تسامح، مدن أزيلت من الأرض وقرى دمرت ويقولون تسامح ورحمة، ما شاء الله ما يفعلونه، تسامح ورحمة. المصاحف تدنس بالمراحيض، يقولون حوار أديان، يا الله خوش حوار أديان، يسب الرسول في جرائدهم ويقولون تسامح وحرية وحوار أديان. شوف الشبهات التي تنطلي على السذج من الناس، لكن العاقل الذي دخل الإيمان قلبه الذي يوقن بآيات الله ما يبالي بهذه الكلمات. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جاءوا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للشرائك نسوي دين مشترك، نسوي دين حنا وياك دين واحد. يعني شلون؟ قالوا نعبد إلهك يوم وتعبد إلهنا يوم، يصير خوش دين، دين جميل، دين جديد، مثل ما يسوون اليوم في بعض البلاد، يجمعون اليهودية والنصرانية والإسلام مكان واحد، يصلون صلاة واحدة، صلاة مشتركة يسمونها، يسمونها الصلاة الإبراهيمية. هذه عرضوها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، العرض كان قديم ترى، قالوا له نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما وصير دين واحد ونعيش مع بعض. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني تكذبون ديني ما راح تتبعونه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تكذبون ديننا، قرآننا ما راح تؤمنون فيه، لا تكذبون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ما راح تقبلون فيها، لا تكذبون. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. في حد فاصل، لكم دينكم ولي دين. لا تخلطوا الأمور، لا تلبسوا على الناس دينهم، لا تلبسوا الحق بالباطل، لا تقولوا للناس اليوم الحلال صار حرام والحرام صار حلال. الله عز وجل عاتب علماء بني إسرائيل، تدري ليش؟ الأحبار والرهبان الله عز وجل ذمهم، تدري ليش؟ قال الله عز وجل لهم: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إجماع، إجماع على أن من يستحل الحرام حرام المعلوم أو يحرم الحلال حلال المعلوم يخرج من دين الله. مو لعب الدين نبدله على كيفنا ولا نغيره على كيفنا. ومن طعن بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو زعم أنها لا تصلح لهذا الزمن خرج من ربقة الإسلام، خلع ربقة الإسلام عن عنقه. شبهات خطيرة، شبهات تنطلي ترى على السذج اللي ما عنده علم شرعي،
علاج الشبهات العلم، اقرأ القرآن، اقرأ التفسير، ترى الدجال قريب، الدجال سيخرج قريبا، والعلم عند الله. إذا كان النبي يقول لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إن يخرج وأنا فيكم أنا حجيجه دونكم، أنا أتكفل بشبهاته، وإن يخرج ولست فيكم شو تسوون؟ فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد يدبر نفسه، حجيجه بأي شيء في العلم. أول ما تراه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تقرأ عليه ماذا؟ كتاب الله. اللي ما عنده علم شرعي شرح يقرأ، اللي ما حفظ أولاده سورة الكهف كيف سيحصنهم؟ إن الدجال خارج فيكم فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. المهزوز لما يشوفه يقول حق السماء تمطر فتمطر، والأرض تنبت فتنبت، ويقول للميت يخرج من قبره فيخرج من قبره، المهزوز يصرح يقول هذا ربي، يقول هذا هو الله. المهزوز الضعيف اللي تنطلي عليه كاتب جريدة أو مجلة أو ساقط يطلع الفضائية يغير دينه علشانه، هذا شو يسوي مع الدجال؟ هذا ماذا سيفعل مع الدجال الذي يتظاهر أمام الناس أنه يحيي الموتى، ويتصنع أمام الناس أنه ينزل المطر، لكن بإذن الله طبعا. هذا ماذا سيصنع إذا كان معه الجنة ومعه النار؟ الشبهات كيف أنجو منها؟ العلم. هل عندك علم شرعي؟ إنه من يعيش منكم، شوف الحديث، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. شبهات، المقصود في الحديث الشبهات، فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما النجاة؟ ما الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، لا تزيدون في الدين، لا تبتدعون في الدين، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. تعلم العلم الشرعي، اقرأ البخاري، اقرأ مسلم، اقرأ ابن كثير، اقرأ تفسير القرآن، اقرأ كتب أهل العلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يأتي على الناس، اسمع الحديث، يأتي على الناس سنون خدعات، والله كأننا نعيش هذه السنوات، كأننا نعيش هذه السنوات، سنون خدعات يصدق فيها الكاذب، الكاذب يصير صادق، ويكذب فيها الصادق سبحان الله، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. الصحابة فهموا الأربعة، الخامسة ما فهموها، قالوا ما الرويبضة يا رسول الله؟ الصحابة ما يتركون شيء اللي يسألون عنه، قالوا ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، تافه ويوجه الأمة، تافه يوديها يمين ويوديها يسار، تافه كأنه يقول ما أريكم إلا ما أرى، تافه والأمة تمشي وراءه. مصيبة والله، سنون خداعات، سنون صار فيه الزنا والخنا حرية، صار فيه التمسك بالسنة رجعية، سنون صار من ينافح عن دينه ويدعو إلى شريعة ربه متخلف رجعي، سنون صار الذي يقتدي بالأراذل من الناس، والذي يتتبع شراذم الأمم
والذي يجعل قدوته أبناء كل شاذ وشاذة، صار هذا الإنسان القدوة، صار متحضر، صار إنسان راقي، صار إنسان سنون خداعات. والله ما الحل؟ عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، سنة من؟ الحبيب الهادي صلى الله عليه وآله وسلم. في آخر الزمان الحل، قال تركت فيكم ما يتمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. في الشبهات ما نفعل؟ كتاب الله وسنتي. ولهذا في هذا الزمن يعرفون ديننا أكثر منا، لما علموا أن القرآن والسنة، يعني القرآن ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، مصدر العزة لهذه الأمة، سووا القرآن، أبعدوه عن الحياة، صار القرآن آخر ما يفكر فيه، ودنسوه حتى بالمراحيض، جلكم الله وأجل الله القرآن والمصحف، وأهانوه ومزقوه وحطوه بالفضائيات على أساس تشوف، مو مرة ولا مرتين، أول مرة تنزعج لما تشوفه مزق وطايح، المرة الثانية شوية تضايق، المرة الثالثة، المرة الرابعة، بعدين يصير عادي، القرآن يحترق، القرآن مرمي، القرآن فجر ومسجد، والقرآن ممزق، خلاص يصير عند الأمة شيء عادي، القرآن ما له قيمة يصير في قلوبهم. ثم الرمز الثاني من؟ المصدر الثاني محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شلون نسقط من قلوب الناس؟ نبدأ نجعل الأطفال يضحكون عليه، نجعل سقطت الأقوام وأبناء كل شاذ ولقيطة يتكلمون عليه في الجرائد ويسخرون عليه بالكاريكاتيرات، حتى إذا انتفضت الأمة يأتون بمصيبة تهديهم، ثم شيئا فشيئا حتى يعتادوا على الأمر ويصير سب نبيهم عادي من أبسط الأمور. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. العلاج من الشبهات كتاب الله وسنتي. اقرأ القرآن، تدبر القرآن، افهم معانيه، ابدأ من اليوم من البقرة إلى الناس، قل أنا راح أقرأ تفسير كامل، أبسط تفسير اقرأه، أقصر وأكثر التفاسير اختصارا اقرأه من اليوم، ابدأ بجزء عمه، ابدأ بالبقرة، انتهي من التفسير، اقرأ سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كيف عاش قبل الهجرة، كيف عاش في الهجرة، كيف عاش بعد الهجرة، اقرأ ما ورد عنه في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، اقرأ شرحا مبسطا لأحاديثه، اقرأ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اقرأ رياض الصالحين، تدبر تلك الأحاديث، عش معها مع أولادك، والله إن فيهما العصمة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، نحن في زمن الشهوات وزمن الشبهات، كيف ننجو منهما؟ ذكرت ذلك في طيات الحديث، انتبه، احرص على نفسك واحرص على أهل بيتك، وكن دوما دوما متعلق القلب بالله جل وعلا، واحرص على أن تردد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. قولوا هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وجزاكم الله خيرا.